بسم الله الرحمن الرحيم. ضمن نشاطات مركز التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الشؤون القانونية في رئاسة جامعة جابر الحيان الطبية، نعقد اليوم ندوة علمية حول قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية. هذا القانون الذي أصدره مجلس النواب والذي أثار الكثير من الإشكاليات القانونية والملاحظات العلمية. القانون الذي صدر من مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية ونظريا هو مؤتمن على التشريعات تكون دقيقة وعلمية ولا تحابي أحد. هذه الملاحظات التي انطلقت من هنا وهناك عقدنا ندوة علمية سيحاضر فيها السيد رئيس الجامعة المحترم والدكتور مروان مدير القسم الشؤون القانونية. لكل محاضر محور. السيد رئيس الجامعة سيتناول الملاحظات العلمية حول هذا القانون، والدكتور مروان سيتناول الجانب القانوني منه. باسمكم نرحب بالسيد رئيس الجامعة فليتفضل إلى منصة الإلقاء مشكورا وأهلا وسهلا بها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أخواني الأعزاء، الله يحفظكم ويبارك بكم. هذا القانون الخاص بمعادلة الشهادات طبعا انطلق تحت مسمى يختلف عن هذا، أو بنودة ما كانت بهذا الشكل، لكن عندما تم عليه التصويت وشي صار به بعض التغييرات، هاي التغييرات أظهرت لنا هذا القانون اللي هو صراحة تسهيل لإجراءات اللي ربما خارج نطاق المعقول تكون. احنا طبعا رأسا جامعتنا من أول الجامعات اللي بادرت وأعلنت رفضها لهذا القانون، ونزلنا إعلان أنه ترفض جامعة جابر بالحيان الطبية قانون أسس تعادل الشهادات وتعاده غير مستند إلى مرتكزات دقيقة. وفعلا هو صراحة أظهر بنود كانت تعتمد على تعليمات وإجراءات دقيقة جدا سيوضحها دكتور مروان، لكن بالقانون الجديد لغاها، يعني راح يشرع صراحة لإجراءات غير سليمة. أنا ارتئيت أنه أكون يعني ما أتناول لا جانب القانوني ولا، بس أطرح نقاط إن شاء الله مو على عجالة بس همنا مو بإسهاب الوقت. طبعا اسم القانون هو معادلة الشهادات والدرجات العلمية، اسم الصريح قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية. طبعا كنا نعرف احنا معادلة الشهادات تتم في وزارة التعليم العالي في دائرة البعثات، وفي قسم اكو اسمه خاص قسم معادلة الشهادات. قسم معادلة الشهادات هذا صراحة انا مطلع عليه قسم رصين جدا، يعني وما يعترفون بأي شخص، إنما واقع الحال هم يثبتوه. إذا نجي على القانون الجديد، شوف القانون الجديد أول شيء سمح بمعادلة الشهادات خارج السياقات، يعني يحكي يقول أكو سياق هيجي، لكن يرجع وراء إيش كم فقرة شي يقول لا بالإمكان هاي تجاوزها بهاي الشغلة أو ذيك الشغلة أو باستثناء أو بموافقة وزير. زين طبعا الوزير هسه نجيها، كل وزير في الحكومة العراقية يقدر يسوي استثناء. سمح بمعادلة الشهادات خارج السياق المعمول بها لعقود مضت اللي هي تعمل بها كانت وزارة التعليم العالي، والتي تكون تحت شروط صارمة وإجراءات دقيقة. طبعا النقطة الثانية، لا يوجد التزام بمدة الدراسة كما تطلبه وزارة التعليم العالي. اختزل هذا المهم، اختزل أو قزم صغر من وزارة التعليم العالي، يعني
أظهر دور الوزارة محدد في هذا القانون الجديد لوزارة التعليم العالي منتسبيها. طبعاً هو منتسبيها بالشروط اللي مال وزارة التعليم العالي، مو بالشروط اللي يطبقها بالوزارات الأخرى. طبعاً شوفوا إيش سوى، أعطى صلاحية إلمن إلى مجلس النواب العراقي، الأمانة العامة لمجلس النواب، معادلة الشهادات الصادرة من معهد التطوير البرلماني، وزارة التربية معادلة الشهادات الإعدادية فما دون كذلك شهادات كلية التربية المفتوحة، وزارتي الدفاع والداخلية هي تقوم بقية الوزارات بمعادلة الشهادات من معاهد الدراسات لديها. كل وزارة راح تشكل معهد، وهذا المعهد ممكن باكر يمنح شهادات، والشهادة حتما اللي تطلع من عنده بأي طريقة كانت هي راح تعادل في نفس الوزارة. وبالنتيجة إذن شهادات وزارة التعليم العالي هي فقط راح تقيم من قبل الوزارة، بقية الوزارات ما لنا علاقة بعد. فتصوروا شنو اللي راح يصير، يعني إذا نصور 5 أشخاص كل واحد عنده رؤى مختلفة، هذول الخمسة في 5 وزارات كل واحد راح ينفذ الطريقة مالته باللي عجبه، بينما كانت أيام أول شروط صارمة شروط دقيقة هي تعادل بها الشهادات ولا يسمح بالتدخل. أصلاً المكان هذا كان ولا أحد يقدر يوصل له ولا أحد يقدر يتوسط. زين إحنا ما نقول 100% لكن إلى قدر ما. ذكر القانون فقرتين يعني غامضة ممكن تؤول إلى كل شيء. الجامعات تقوم الجامعات المعنية ومجلس الخدمة العامة الاتحادي بمعادلة وتقييم الشهادات. شنو يا جامعات المعنية؟ زين يعني ما معناه؟ هل بعد وزارة التعليم العالي راح تلغي قسم تقييم الشهادات؟ راح تلغي دائرة البعثات أو تلغي القسم؟ يعني كل شيء راح يكون في جامعة، يعني حتى في وزارتنا دورة راح يلغى هذا القسم، بالنتيجة راح تنزل إلى جامعات. وأنتوا تدرون يعني قد هي واحد ينظرها من جانب إنه توزيع الصلاحيات أو اللامركزية، لكن في جانب آخر هو بالنتيجة راح تصير اجتهادات، وهذه الاجتهادات قابلة للتأويل، وإذا قبلت التأويل راح تنزل مختلف يعني الأفكار، وبالنتيجة القال والقيل راح يكثر. كذلك الفقرة الثانية تقوم الجامعات وهيئة المعاهد الفنية بمنح الألقاب والمراتب. زين لأنه صراحة فرغوا قلنا القسم تقييم الشهادات هالدورة كلها من يمهم راح يسمحونه، وطبعا موجود عندنا احنا الألقاب والمراتب. زين لكن ممكن انه باكر اي مؤسسة اي وزارة تشكل جامعة تعطي لقب، بينما كنا كله يعتمد عليهم على تعليمات وزارة التعليم العالي. إذن يعني يكون منح الألقاب والمراتب العلمية وتقييم الشهادات بدون ضوابط موحدة إطلاقاً. زين طبعاً من ملاحظات على القانون قلنا يذكر شيء تاليها يجيب استثناء، يذكر شيء تاليها يغيره بفقرة لاحقة، لا يراعي المدة الأصغرية وإنما تقبل الشهادة للمعادلة بكل وسيلة بكل وسيلة ولا يعتد بالوقت، يريدون 6 أشهر فما فوق. 6 أشهر تجيبها عندك 6 أشهر أي تجيبها 6 أشهر تقبل الشهادة. زين يتم قبول الشهادة بمدة معينة دون الاعتماد يعني باستمرارية الدوام، ماكو. زين اعتماد على أنظمة وتعليمات للمؤسسات التعليمية المانحة للشهادة وليست أنظمة وتعليمات الوزارة. بالنتيجة السلام 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 عليكم. طبعا ذكر القانون انه عود يعني خلى شروط، يعني لازم الجامعة اللي تمنح الشهادة برا لازم تمنحها لمواطنيها وما ادري شنو، يعني عود نوع من التقييد نوع من الارتقاء بالعمل. لكن هو انت اكو هواي شهادات
تصدر من جامعات أجنبية، هي أساساً الجامعة ما معترفة لا بها وزارتنا ولا هي بالمستوى اللائق ولا بالمستوى المقبول. زين، فبالنتيجة راح يعني من هب ودب يجيب الشهادة ويجي بدون اعتماد في أسس معينة. أنا ما أريد أطيل صراحة، لكن بالنتيجة كل هذا إجى أطلع الوزارة مالتنا فالدور كلش ضئيل مختزل حجا من عدها. وبالنتيجة أنا حتى كتبت للمعالي سيد الوزير قلت له هاي الخطوة الأولى للانتهاء من دور الوزارة وتفتيت عمل الوزارة وإنهاء الوزارة بشكل واقعي. يعني طبعا ماكو في الدور حاكم بعد بالمؤسسات كلها اللي تمنح هاي الشهادات، كل واحد بيلي عجبه. زين، صاحبي انت مع معنى تقدر تمشي الامور تحت اي ظروف، انا في اي وزارة ممكن امشيها، في اي دائرة ممكن امشيها. اجى الدور اطرق القانون الى تصديق الوثائق. طبعا تصديق الوثائق لازم كان ايام اول لو قنصلية على اقل تقدير او سفارة، هسه فقط الملحق مجرد يختم لك بعد صارت شهادتك فالد، يعني ماشية ولا احد يتعرض عليها. عليكم السلام. منح القانون الجديد صلاحية للوزير، يا وزير كل الوزارات كان عندنا بس وزيرنا له حق وما استخدموا هاي السلطة، يعني إلا نادرا ماكو، بتسهيل أمور منح الشهادات ومعادلة وتقييم الشهادات. هسه كل وزير عنده هاي الصلاحية أنه يقدر براحته، لأنه في دائرته التقييم والمعادلة، فيقدر حسب كم وزارة عندنا راح كلهم يقدرون ينفذون اللي يردون به بخصوص معادلة وتقييم الشهادات. طبعا الشهادات غير المستوفية، زين، يعني فوق ما ايش قد نزلنا بهذا القانون الى امور يعني كان ما مسموح بها، مع ذلك يقول لك اذا بعد ما مستوفي هاي الشهادة حتى لهاي الشروط انت ممكن الوزير عنده صلاحية الموافقة على الدراسة اثناء التوظيف او التكليف بالدراسة على النفقة الخاصة ولكافة المناصب بغض العمر. كان هناك اكو عمر محدد، هسه لغوا شرط العمر، وبالعكس هدورة اضافوا له انه ممكن اللي ياخذ شهادة راح يحسبوا له القدم مالته بالوظيفة وينضاف على الشهادة. طبعا انا طرقت لكم قلت لكم هذا اكو كان البرلماني او السياسي كان دائرة البعثات، هسه هذا البرلماني رفض معادلة شهادته. زين، هسه يقدر هذا القانون الجديد الطلبات المرفوضة سابقا من قبل وزارة التعليم العالي الآن ممكن شنو يعاد النظر بها واعتمادها للمعادلة. هسه بعد ما وزارة تعليم عالي ولا قسم معادلة شهادة يروح بأي وزارة بأي مكان وين منتمي، زين، ويمشوا هي حتى لو وزارة التربية أو أي وزارة، مع احترام الوزارات وتحتسب بدون منح اللقب. كان كله لو تعليمات تصدرها وزارتنا لو بأمر من وزارتنا، هم أن هسه هذا اللغت كل الوزارات راح تمنح هذا اللقب. طبعا كان يشترط باللي يريد يقدم على الدراسة صراحة يكون غير يعني مستوفي للشروط الأمنية، يعني احنا على الأقل في هذا الوقت يعني تصريح أمني عنده وغير محكوم عليه بجنحة. هسه كل واحد عده جنحة ما عده جنحة ما لهم علاقة، يقدم وتعادل وتقيم شهادته حسب ما لو جابها بأثناء فترة ارتكاب هذه الجنحة. المصيبة الأكثر واللي هي راح نختتم بها كلامنا، تلغى جميع القوانين التي تتعارض مع هذا القانون وتعليماته. وأكو قانون هو يمكن رقم 15 لسنة 76 اللي هو 5 أي زين، وهذا القانون معمول به من ذاك الوقت لحد الآن، هسه إجوا الرفض مالته
وانتهاء من عمله، ويطبق فقط إذا يريدون وزارة التعليم العالي، لكن وزارات البقية بعد غير مشمولة. أنا أشكر حضوركم وأشكر صراحة سعة صدركم لسماع هذه الملاحظات اللي هي مع الأسف يعني ظهرت في هذه الفترة لقانون ما كان إلى داعي. يعني صراحة إحنا ماكو بينا واحد يحكي يقول لازم نحافظ على مستوى التعليم، لأن التعليم ده ينزل. هسه طلعونا هذا القانون هسه بمشكلة يعني عويصة راح تكون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر السيد رئيس الجامعة المحترم على ملاحظاته القيمة والمهمة في الجانب العلمي والقانوني. وألخص أهم ما جاء في محاضرته المهمة، أن بمثل هذا القانون أصاب التغييرات المادة لخلقه قانونا مشوها. ألقى القانون بنودا كانت دقيقة في العمل العلمي في معادلة الشهادات. كان من المفروض على لجنة التعليم البرلمانية واللجنة القانونية أن تتبرع من هذا القانون. كانت معادلة الشهادات في وزارة التعليم العالي في قسم علمي رصين جدا ومشهود له، فسمع هذا القانون الجديد لمعادلة الشهادات خارج السياقات القانونية والعلمية الرصينة. أسلم القانون وزارة التعليم العالي وتقريبا إلغى ضرره. منح القانون صلاحية احتساب الشهادات لوزارة الدفاع والتربية ومجلس النواب وإلى آخره بشكل غير علمي طبعا. منح القانون جهات كثيرة صلاحية منح الألقاب والمراتب العلمية بما يفتح الباب أمام التأويل وبلا ضوابط رصينة. رفع القانون اشتراط المدة الزمنية الكافية لاستحصال شهادة علمية رصينة. بالنسبة للتصديق على الوثائق اشترط القانون تصديق الملحق الثقافي وهو ضربة للرصانة العلمية. منح القانون لكل وزير احتساب الشهادة غير المستوفية ومنح اللقب العلمي غير المستحق. وافق القانون على دراسة شغيل الدرجات الخاصة وهو جمع بين الدراسة والوظيفة. رفع القانون شرط الصلاحية العلمية. وأخيرا ألغى القانون كل القوانين التي تتعارض مع هذا القانون الكافي. نشكر السيد رئيس الجامعة على هذه الملاحظات الطيبة وعلى المرسلين لي، والآن مع الدكتور مروان في مداخلته القادمة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم. عنوان ندوتنا مثل ما تفضل السيد رئيس الجامعة المحترم حول قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية. تفضل السيد رئيس الجامعة، طرح أغلب الملاحظات من الجوانب العلمية وأيضا الجوانب القانونية. احنا راح نتطرق بالمحور الثاني إلى الملاحظات. أكو ملاحظات حول القانون راح نتطرق لها. قبل الملاحظات راح نتطرق إلى توطية عامة عن القانون وعلى الأصل التاريخي لمعادلة الشهادات. شو وقت ظهر بالعراق؟ أولاً القانون انطلق بمقترح من اللجنة القانونية بمجلس النواب، ثم تبنته لجنة التعليم العالي مثل ما تفضل السيد رئيس الجامعة. طبعاً عندنا القوانين بصورة عامة، يا أما تجي كمشروع قانون من السلطة التنفيذية من الجهة الاختصاص اللي هي وزارة التعليم، وتتبناه مجلس الوزراء ثم مجلس الدولة، ثم يشرع من مجلس النواب، ثم يصادق عليه من رئيس الجمهورية وينشر لينفذ. أو أكو طريق آخر اللي هو مباشرة من مجلس النواب يصوت عليه ويذهب إلى رئاسة الجمهورية ثم إلى الجريدة الرسمية، لكن بشرط أن لا يتضمن القانون أعباء مالية على السلطة التنفيذية. هذا بحسب قرار المحكمة الاتحادية 2012 و2015، وهذا القانون يتضمن أعباء مالية وراح نجي نتطرق لها. إذن هذا القانون أول مخالفة له أنه إجى عن طريق مجلس النواب ويتضمن أعباء مالية، في حين أنه كان ما طول يتضمن أعباء مالية لازم عن طريق مشروع قانون من مجلس الوزراء. طبعا شرع القانون 28/10/2020، ثم أرسل إلى رئاسة الجمهورية. رئيس الجمهورية ما إلى صلاحية نقض القانون، مجرد مرور 15 يوم راح ينفذ القانون اللي حسبوا ينفذ.
مشكلة هذا القانون الثانية أنه ما ممكن الطعن به لأن المحكمة الاتحادية العليا حالياً معطلة ورئيس الجمهورية ما ممكن الاعتراض عليها، إذن القانون نافذ لا محال. مضمون هذا القانون، طبعاً القانون يتكون من 16 مادة، قانون قصير بابتداء من المادة الأولى التعاريف، ثم تحديد الجهة اللي تولى المعادلة، ثم أسس التعادل، إضافة إلى أحكام تتعلق بالإلغاء والنفاذ. أصل معادلة الشهادات عندنا بالعراق يرجع إلى 1971، عندنا تعليمات صدرت من وزارة التعليم العالي. طبعاً على فكرة عندنا التعليمات من نسميها تعليمات يعني صادرة من وزارة، من وزير، من سلطة تنفيذية، من نسميه قانون يعني صادر من مجلس النواب، من السلطة التشريعية. فسابقاً ما عندنا تنظيم قانوني من مجلس النواب لمعادلة الشهادات، فقط تنظيم تنفيذي اللي هو يسميه تعليمات، صدرت بال 71، ثم صدرت التعليمات النافذة رقم 5 لسنة 76 اللي هي لحد الآن نافذة، عدلت مرتين بال 78 وبال 83، ومن 83 لحد الآن نافذة. وبرأيي آني أنه هو هذا السبب الرئيسي اللي دفع لتشريع هذا القانون، هو قصور التعليمات وعدم مواكبتها، لأن إحنا خاصة بالتعليم صار عندنا تطورات جدا عالية وجدا، فلازم كان تواكب التطور. لكن برأيي أنه التمسك وزارة التعليم بالسلطة وتقييد السلطة بيدها هو اللي أدى إلى هذا التعسف من قبل مجلس النواب. طبعا أول ما ظهر القانون في 28 ظهرت أكو اتجاهين، ناس يدافعون عنه اللي هو نظرة إيجابية، يقولون هذا يحقق مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي والبحثي، وناس لا رفضت هذا القانون. بالنسبة للناس اللي وافقوا على هذا القانون أو اللي نظروا له نظرة إيجابية، احنا ما نريد نقول انه النظرة الإيجابية هي تتبع المصلحة الخاصة، يعني اللي هم عندهم دراسة ويرغبون بالدراسة ويدافعون عنه، احنا راح نكون موضوعيين بهذا بالطرح هذا. الشغلات الإيجابية اللي ورد بها حسب وجهة النظر الأولى انه تبسيط شكلية المعادلات، معادلة الشهادات. طبعا اليوم كلكم تعرفون انه معادلة الشهادات تخضع لإجراءات معقدة وتستغرق وقت طويل، وممكن دفع هذا الروتين أو البيروقراطية الإدارية إلى دفع مبالغ مالية، إلى إجراءات غير قانونية. لهذا السبب هاي البيروقراطية اللي لو إحنا متخلصين من عدم وصلنا لهذا القانون. دليلنا على أنه تبسيط الشكلية وتبسيط الإجراءات، استحدث قسم خاص بكل وزارة لمعادلة الشهادات، كانت الإجراءات فقط بوزارة التعليم العالي وزعها. طبعا ادعائهم هي لا مركزيه، وهو هذا مو لا مركزيه، لا مركزيه متوزعه للمحافظات مو سلطه اتحاديه. حصر مهمه القسم بالامور الاجرائيه، سابقا كانت امور اجرائيه وعلميه، حاليا بس اجرائيه ما ينظر للامور العلميه. النقطه المهمه اكتسب الطالب بمجرد تسجيله، يعني اليوم اني سجلت باي جامعه، جامعه سين في الدوله صاد، مجرد تسجيله بها اكتسبت الحق بمعادلة الشهادة، حتى لو بعد التسجيل ألغت وزارة التعليم العالي الاعتراف بهذه الجامعة، يعني حتى لو قبل المباشرة، أقصد قبل لا أباشر، بس مجرد تسجيل ورقة بسيطة أن اكتسبت الحق بالاعتراف بالشهادة. تقليل المدة، وبرأيي أنه أهم نقطة اللي أدت إلى تشريع هذا القانون هي مدة الإقامة، سواء كان مدتها عددها يعني أو طبيعتها صفتها. سابقاً بموجب تعليمات 76 معدل 83 اشترطت الإقامة 9 سنة دراسية، يعني 9 أشهر كاملة متصلة، وهذا اللي سبب إرهاق للمبتعثين سواء كان زمالات أو 9 أشهر دولة مصاريف إلى آخره، هو هذا اللي سبب الضغط. طبعاً بادرت وزارة التعليم العالي قبل تقريبا أقل السنة، يعني خلال هاي السنة، إلى تعديل التعليمات ودزتها إلى مجلس الدولة لتعديل هاي الفقرة، سوتها 6 أشهر متصلة أو منفصلة، لكن بعد يعني شو نقول، بعد ما طاح الفاس بالرأس خلاص هاي التعليمات اللغت وكل ملحقاتها اللغت. القانون أشار إلى نوعين من المدة، بالنسبة للدراسات النظرية هي 4 أشهر متصلة ومنفصلة، الدراسات المختبرية أو التطبيقية هي 6 أشهر، هذا على مستوى مدة الإقامة. مدة الاحتساب اللي سابقا مثل ما تعرفون ممكن تطول سنة أشهر، حاليا حصرها كحد أقصى 45 يوم، وما أعتقد راح يتم الالتزام بهذه المدة.
النظرة السلبية اللي هي تبنتها تقريبا وزارة التعليم العالي، أنا ما أقصد إنه سلبية بحد ذاته، أقصد سلبية باتجاه القانون، يعني رفض القانون. ليش؟ لأنه يمس بالأمور الجوهرية لمعادلة الشهادات وهي محقة في ذلك، يسلب حق وزارة التعليم العالي من مبدأ تقييم العلمي للشهادات، وهاي النقطة الأساسية اللي برأيي ترجع الأمور النظرة الأساسية أو الانتقادات للقانون إلى ثلاث أمور. أولاً ألغى المتطلبات العلمية اللي تفضل بها سيد رئيس جامعة اللي هي الرصانة العلمية، انتهت، ألغى المتطلبات العلمية، راح تظهر شهادات أنا نسميها شهادات الدمج، ما مستحقيها، ما مستوفين الشروط راح يحصلون شهادات. اثنين، غلبت الاستثناءات الواردة فيه على أصل المعادلة، يعني اللي يشوف القانون يشوفه عبارة عن استثناءات، وين الأصل؟ المفروض هو أصل والاستثناءات محددة مقيدة، لكن اللي يشوف اللي يقرأ القانون قراءة بسيطة يلقى استثناءات أكثر من الأصل. اثنين، عدم الموازنة بين الوظيفة والدراسة. هي احنا هنا المشكلة، الوظيفة تكليف وطني واجتماعي والدراسة حق، يعني بين الواجب والحق، قدم الحق على الواجب والمفروض يعني يوازن بيناتهم مثل ما سابقا. ذن الأمور الثلاثة طبعا حتى يقدر واحد مو لازم أكو تروحه، حتى تروحه مو شرط، يعني إذا ما يجي بتروحه مو مشكلة. تم هذن الثلاث شروط، شكرا سيد رئيس جامعة. الثلاث شروط راح نثبتهن أو ندلل عليهن بنماذج من المخالفات اللي وردت بالقانون، وحدها طرق لها سيد رئيس جامعة. الأولى، عندنا المساس بأحكام اللقب العلمي. هذا القانون راح يمس باللقب العلمي، ليش؟ لأن راح يطل اللقب العلمي على أساس المادة 12 ثانيا من القانون اللي نصت يمنع حملة الشهادات العلمية العليا، الماجستير أو الدكتوراه، من الموظفين المدنيين أو المكلفين بخدمة عامة من غير موظفي وزارة التعليم العالي والتربية، استثناء من أحكام المواد 25 و26 و27 و28 من قانون وزارة التعليم العالي، اللقب العلمي على أن تدور خدماتهم السابقة لمنح اللقب العلمي. وهسه هاي النقطة هي بحد ذاتها كارثة. طبعا أحكام اللقب العلمي، اللقب العلمي مرتبط بعنوان وظيفي، يعني هسه بحكم احنا هسه لجان تغيير عناوين وظيفية، كل تدريس اليوم من نطي لقب العلمي لازم نغير عنوانه الوظيفي. هذا باقي الوزارات، احنا بوزارة التعليم العالي عندنا هواي، باقي الوزارات من انطي الالقاب العلمية لكل حملة الشهادات لازم يغيرون عناوينهم الوظيفية. هم عندهم وظائف او عناوين وظيفية فنية وادارية، هذا يتطلب وبعدين راح يأثر هذا مستقبلا على الترفيع، راح يصير ضغط على وزارة المالية بشكل مو طبيعي في تغيير عناوين وظيفية، وراح يؤدي الى الارباك، وزارة المالية ما عايزة ارباك. اثنين، اشترط القانون يعني وجود جهة متخصصة في كل وزارة لمنح اللقب العلمي، مع العلم انه الجهات المتخصصة في منح اللقب العلمي هي موجودة بالجامعات، لجان فرعية، لجان مركزية، لجان اعتراض، باقي الوزارات ما عندها جهات متخصصة، ما عندهم ألقاب علمية الا استثناء، فما او يعني هذا الخلل انه ماكو جهات متخصصة بمنح اللقب العلمي، وهذا راح يؤدي الى مغالطة باحكام اللقب العلمي. طبعا اللقب العلمي يا اخوان هو مو عبارة عن مبالغ مالية، اللقب العلمي بغاية، غايته امرين، اما ذاتي هو تطوير الشخص نفسه، ووظيفي توزيع العمل. يعني هسه اليوم مثلا سيد العميد او سيد رئيس جامعة بشروط من حيث اللقب العلمي، ما يصير مثلا يجي مدرس مساعد مثلا يصير عميد الى اخره، هذا اللقب العلمي هو مو فقط مبلغ مالي، مو فقط الامر معنوي، بيه توزيع وظيفي. هذا باقي الوزارات ما راح يصير هذا الشيء، ما عندهم هاي التوزيع الوظيفي، ما يجي ابو المدرس مثلا راح يتقدم على ابو المدرس مساعد او الاستاذ مساعد. مرهق لخزينة الدولة من حيث المبالغ المالية، احنا حاليا رواتب ما موفين، اذا انطي مبالغ مالية على اللقب العلمي هذا بشكل مرهق راح يصير خزينة الدولة. النقطة الأساسية باللقب العلمي أنه تدوير المدة السابقة لأغراض اللقب العلمي، وهي هاي نقطة جدا مهمة. يعني أنا عندي 10 سنوات سابقا
حامل شهادة بوزارة مثلا الموارد المائية، المفروض سيعطون استاذ على أساس هاي الفقرة. مع العلم اللقب العلمي هو مو محكوم فقط بمدة، بمتطلبات علمية، بحوث، تقييم إلى آخره، مو فقط المدة. هاي ما راعت القانون باللقب العلمي، هو مساس كبير بأحكام اللقب العلمي اللي هو فقط للتدريسيين. أنا مو أحكي يعني أنه يعني هي حصر اللقب العلمي، هو مو شغلة أنه حب الخير للغير، هو أمور وظيفية. يعني هسه أنا بوزارة التعليم العالي أتمتع باللقب العلمي، بس ما أطالب مثلا مخصصات عضو مجلس النواب، والله ليش ما تحبوا للخير أعطوني مخصصات عضو مجلس، هذا أمر علمي تنظيمي. اثنين، النقطة الأساسية اللي يتفضل بها السيد رئيس الجامعة، إلغاء متطلب الأطروحة في شهادة الدكتوراه، وهذا اللي راح يصير. سابقا بالتعليمات المادة 6 اشترطت بالدكتوراه أن تكون منتهية بتقديم أطروحة جامعية مقبولة، هذا الشرط اللغة. بمعنى إيش؟ إذا نربط بالكلام السابق، أنا اليوم أروح، أنا عندي شهادة ماجستير، أروح أسجل بإحدى الجامعات الدول المجاورة، مجرد تسجيلي أحصل الحق في القبول، مجرد ورقة واحدة، ما أجيب شهادة، مجرد نجاح منك أجيب لهم تأييد نجاح الوزارتي أنه يشدوا لي شهادة دكتوراه بدون متطلب أطروحة. سابقا الأطروحة تجي توزعها وزارة التعليم العالي بمعادلة على 3 جامعات مختلفة، تأخذ رأي الأغلبية بتقييمها وبالدرجة. هسه هاي انتهت الأطروحة، ماكو أطروحة. يعني أنا على إيش أعطي شهادة؟ مجرد تأييد؟ غير عنده امتحان نهائي، ماكو هذا الامتحان النهائي البحث. إلغاء مدة الإقامة، وإلغاء مدة الإقامة أمرين صار فيها. الأول جوازي انطت. النقطة مثل ما تشوفون عندكم استثناء أعضاء مجلس النواب والوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامون إلى آخره، انطوهم حق الدراسة بإجازة دراسية، واللي هي هاي داخل العراق وخارجه، وهذا علامة تعجب كبيرة، أو على النفقة الخاصة بصرف النظر عن العمر، وهذا برأيي أنه أغرب شرط. هو عضو مجلس النواب مدة وظيفته 4 سنوات، أنا أعطي إجازة 4 سنوات يطلع خارج العراق يدرس والوظيفة، هو هذا اللي قلنا بعدم الموازنة بين الوظيفة والدراسة، غلب الحق اللي هو الدراسة، ما عندنا مشكلة بس على الوظيفة. الوزير اليوم احنا موظفين بسطاء، ما نقدر ندرس نوفق بين الدراسة وامورنا، وزير يقدر يدرس ويؤدي وظيفته؟ الاعتراف بالشهادة عن بعد او بالمراسلة، يعني انا قاعد هنا انزل تطبيق الواتساب واحصل شهادة الدكتوراه، طبعا ما اشار له بشكل مباشر انما بشكل ضمني من خلال مثل ما تشوفون عندنا الاعتراف بالدكتوراه البحثية، يعني مجرد بحثية. الغاء متطلب الأطروحة ما بها أطروحة، الاستثناء من شرط الإقامة سواء عندنا وجوبي أو جوازي إنه ممكن نستثنى من عدن بهن، وأنا قاعد هنا وخلال مدة 6 أشهر أجيب شهادة دكتوراه. وبالنهاية أشكر حسن استماعكم، طبعا هاي الملاحظات النماذج من الملاحظات، هاي الملاحظات ممكن نعكسها على الجوانب الدستورية، طبعا اتطرقت لها، هي مبدأ المساواة يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص، مفهوم العدالة، جوهر الحقوق. برأيي انه بالنهاية، يعني برأيي انه لو وجدت المحكمة الاتحادية انه مجرد الطعن بهذا القانون سيلغي، ليش؟ لانه خالف اولا ركن الاختصاص بالقانون، الاختصاص هو لوزارة التعليم العالي لا غير. اثنين، خالف الغاية، غاية القانون، تعسف القانون، ليش؟ لأنه القانون لو قدر له اسم مرادف لكان تقديم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة أو دمج الشهادات، لذا ندعو إلى رفض هذا القانون وعدم تطبيقه، وشكرا جزيلا لحسن استماعكم. شكرا للدكتور مروان. طبعا أنا عندي 4 ملاحظات بسيطة. نبتدئ من يعني الأسهل إلى شوية الأقوى. يعني مدة الإقامة مثل ما قال دكتور مروان، هسه أصلا صار بيها تسهيل أمور، خصوصا إجت كورونا وشي شغلات هذني، فتم تعديل التعليمات. اثنين، طبعا هي مو عنصرية، يعني أنتوا قد واحد يصورني يحكي، هسه أي واحد بالشارع
يروح يجيب شهادة ويجي. ستقولوا لي هذا حق صح وهاي، بس يا أخوان التعليم العالي يراد لها ناس مثلكم، ناس عندها واهس، ناس هي أساسا تركيبتها تجي تريد تأخذ شهادة وتقدم في شيء إطلاقا. زين، النقطة الثانية ذكرها دكتور مروان، هو منح يقول مجلس النواب ومن بدرجتهم والوكلاء وشي زين، والتحق لمن هب ودب، هي الفقرة هاوها أمامي، لمن هب ودب أنه صراحة بكل الاستثناءات الموجودة اللي هي غالبة على القانون أنه يروح يجيب شهادة ويجي. خلنا نحكي النقطة الثالثة، طبعا القانون شي يقول، يقول هذا اللقب العلمي اللي تمنحه وزارة الدفاع أو وزارة التربية أو وزارة الداخلية، يعني احنا نعرف بالقانون ايش قد اكو بوزارة الداخلية. زين، طبعا هسه اللي موجب هذا القانون اللي راح ياخذ اللقب العلمي بعد ما لحق حق يجي يحكي يقول اريد اصير بالتعليم العالي وادرس، فاذا راح يصير ازدواجية وتضارب زين ما بين حتى وزارة الصحة من تعطي اللقب. هسه احنا كنا البورد من جماعة البورد كلهم اخواننا موجودين يجي يدرس عندنا، هسه من راح يجي وبأي طريقة كانت ويأخذ الشهادة ما أقدر أنا أجيبها بعد بالتعليم العالي ولا أعتمد شهادته، لأن شهادته وتقييمها ومعادلته لوزارته حصرا مو لوزارتنا. زين، الصور وش راح يصير من تضارب، الصور وش راح يصير من إشكالات، هذه النقل من هاي الوزارة ذيك الوزارة من شيء. طبعا النقطة الأخيرة، وزارتنا وزارة التعليم العالي هي مو عنصرية ولا فد نوع من المحاباة للوزارة، هاي كل الوزارات محترمة، هي محط أنظار وجذب المن لكل منتسبي الوزارات الأخرى. بهذا القانون راح تسفهها الوزارة صراحة، لأنه وزارتنا احنا عدها باقي على أحكامها وشروطها وتعليماتها، بالنتيجة راح تقول لك هذا فلان راح يروح دراسات، هذا ما راح يروح دراسات حسب الرئيس الأعلى أو شيء. بقية الوزارات لا، الكل راح تروح دراسات. فهسا راح شكو واحد يفكر، يعني احكيها صراحة أنا وما طوب بالتعليم العالي، يقول خلنا ننقل من التعليم العالي ومنك راح أخذ شهادة وبأسهل الإمكانات زين وأسهل الطرق وبكثرة الاستثناءات، وبالنتيجة راح يصير عندي لقب علمي وشهادة عليا، وطبعا بالنتيجة راح نكون مركز إحنا المن طارد. زين، وزارتنا بعد ما كانت هي ناس تتوسط تجيه. زين، كل هاي الإجراءات النتيجة راح نرجع ونقول راح إيش قد راح تصير وزارة التعليم العالي شبه راح تختفي من المجتمع، وبإجراءاتها اللي الناس تنظر لها إنهم من الرقي بأفضل الأوصاف. يعني أنا أشكركم وأترك الحديث إلى الدكتور عبد الحسن. شكرا جزيلا السيد رئيس الجامعة، وأشكر السيد دكتور مروان حسن مدير الشؤون القانونية على ملاحظاته القانونية الحصيفة وهي ملاحظات خبير ومتخصص كرجل متخصص في القانون الدستوري. ألخص أهم ما جاء بملاحظاته، جاء القانون أول مخالف للقانون أنه جاء من مجلس النواب تضمن أعضاء مالية من غير الممكن الطعن بالقانون لتعطل المحكمة الاتحادية العليا. معادلة الشهادات هي تعليمات وزيرها وزير، وهم يسبق المجلس التشريعي أن أصدر قانونا لمعادلة الشهادات. فلسفة القانون قد تكون جيدة برباطية معادلة الشهادات بإدعاء منح الصلاحية اللامركزية. طبعا يكتسب الحق بالاعتراف بالشهادة بمجرد تسجيل طالب الدراسة، مدة الإقامة هي الضربة المميتة للقانون. ألغى القانون المتطلبات العلمية من رصانة وغيرها كما أشار السيدان المحاضران. غلبة الاستثناءات على أصل القانون. طبعاً الوظيفة التكليف وواجب والدراسة حق، والقانون ألغى الحاجز ما بين الحق وقدم الحق على الواجب. القانون مس باللقب العلمي مما يؤدي إلى تغيير العناوين الوظيفية، مما يعني يفرض ضغطاً على وزارة المالية ضغطاً إدارياً ومالياً. اشترط القانون جهة في كل وزارة لمنح الألقاب، وهذا خلل في الجهة الوحيدة المخول بمنح الألقاب العلمية والمراتب هي وزارة التعليم كما تعلمون. هذا القانون سيرهق موازنة الدولة، تدوير المولد السابقة لصالح منح اللقب والقدم والاستحقاق. ألغى القانون متطلبات تقديم أطروحة
لمنح درجة الدكتوراه، ألغى أيضاً مدة الإقامة للحصول على الشهادة للمبتعثين، استثنى القانون أعضاء مجلس النواب وغيرهم من الدرجات الخاصة للحصول على إجازة دراسية، وهو خرق قانون كبير. لا أعرف إن كانت هناك تساؤلات أو استفسارات من السابق الحضور. نعم. السلام عليكم. الخطوات بالنسبة للإعفاء، راح يمنع حامل الشهادة العليا لقب التعليم العالي ولقب وزارة، لقب العلمي. اللقب العلمي دكتور هو واحد مثل ما تعرف تدرجاته. لقب علمي وزارة الصحة، وأقول مثلا على سبيل المثال وزارة الصحة اللي هو مثلا اختصاص استشاري خبير. زين؟ وأكو ألقاب علمية اللي تابعة لوزارة التعليم العالي اللي هي مدرس، مدرس مساعد، مدرس أستاذ مساعد إلى آخره. فالألقاب اللي راح تمنح الحامل الشهادة اللي بوزارة الصحة يعني مثل الألقاب العلمية الموجودة بوزارة التعليم. دكتور علي، هاي اللي تفضلت بوزارة الصحة هو عناوين وظيفية مو ألقاب علمية. المقصود بهذا القانون هو اللقب العلمي التعليمي اللي هو مدرس مساعد مدرس ما مذكور، بس هو هذا المقصود به. ليش؟ لأن المادة 12 ثانيا من القانون اللي اجت هي أشارت يعني استندت إلى قانون وزارة التعليم العالي في منح اللقب، وقانون وزارة التعليم العالي ما أشار إلا اللقب العلمي المعروف لدينا. يعني قبل كانت وزارة التربية تمنح التدريس وزارة التربية لقب التعليم العالي، لكن أقول لا دكتور، تروح على وزارة التربية. تروح على وزارة القانون، تعديل قانون التعليم العالي منح موظفي وزارة التربية بشكل استثنائي ووزارة التعليم بشكل أصلي الألقاب العلمية فقط دون بقية الوزارات. حاليا لو أطمح لما التحادية كانت طبعا بالقرار، اي وزاره التعليم العالي هي صاحبه الاختصاص برايي من ناحيه موضوعيه بدون اي مؤثرات، لو طعن بالقرار، لو وجدت المحكمه بالقانون ووجدت المحكمه الاتحاديه لالغته جمله وتفصيلا. يعني فنقول انه يا ان شاء الله مقطع على انه عدم وجود المحكمه الاتحاديه. احسنت، استغلال الوقت. هو شوف دكتور ليف، اللقب العلمي هو نفسه بقى وزارة التعليم العالي، بس هو راح تمنحه مؤسسات أخرى بدون الرجوع إلى وزارة التعليم العالي. معناها على المستوى، أنا أقول خلال يجوز سنة أو سنتين مو أكثر، ستشوف أنه كل الوزارات راح